عساكم خير متابعين صفحة اليوفنتوس. في مرة حسيتوا بتعب أثناء التمرين؟ زيادة كفاءتكم أثناء تمرينكم ضروري تحرصون على الوجبة اللي قبل التمرين. هذه الوجبة أساسية تكون متكاملة بالعناصر الغذائية الأساسية: الكارب، البروتين، والدهون المفيدة. بهذا الفيديو راح أتكلم عن الكارب. الكارب أهم عنصر غذائي، لازم الوجبة اللي قبل التمرين فيها كارب كافي. شلون نعرف إن الكارب اللي إحنا قاعد ناكله بالوجبة كافي؟ طبعاً في حسبة معينة على حسب عمر الواحد، وزنه، شنو نوع التمرين اللي هو يتمرنه، على أساسه تنحسب كمية الكارب اللي يحتاجها الواحد. الكارب يمد الجسم بالجلوكوز، والجلوكوز يتخزن على صورة جلايكوجين بالعضلة وبالكبد. بس خلينا نتكلم شنو يصير وقت اللي الواحد يتمرن، خاصة لما يكون التمرين هاي انتنسيتي اكسرسايز او خلينا نقول ماراثون. الجلايكوجين الموجود بالعضلة لما انتوا وقت اللي تتمرنون يطلع من الجلايكوجين ويتحول حق جلوكوز ويعطيكم بوست وراح يعطيكم طاقة باثناء التمرين. من كذي في بعض الرياضيين يحسون ساعات اذا كان تغذيتهم مو زينه قبل الرياضه او قبل مثلا البطوله يحسون انهم مخاقين ما فيهم حيل، لان الكارب اللي قاعد ياكلونه مو كافي.